قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. التوكل عبادة من أعظم العبادات، ولا يصح إيمان العبد وهو لا يتوكل على الله وإنما يتوكل على غير الله تعالى. إذا كان العبد يتوكل على غير الله ولا يتوكل على الله في أموره فإن إيمانه لا يصح. ولذلك قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والمعنى: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. لأنه يا جماعة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أصلاً الآية مفروض يعني في صياغة اللغة بعموم الكلام: فتوكلوا على الله، فتوكلوا على الله، ولكن لبلاغة القرآن ولإرادة الله سبحانه وتعالى بيان الحصر في أمر التوكل قدم المعمول على العامل، أو قدم ما حقه التأخير، فقال: وعلى الله فتوكلوا، فتوكلوا على الله، قال: وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا على غيره، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال: نعبدك يا الله ونستعين بك يا الله، قدم ما حقه التأخير، وهذا لإفادة الحصر: إياك نعبد وإياك نستعين، لإفادة الحصر. فشرط صحة الإيمان على التوكل: إن كنتم مؤمنين على الله توكلوا، أو فتوكلوا على الله، فقالوا: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في سورة المائدة في قصة موسى عليه السلام. عشان كذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الكلام على هذه الآية في فتح المجيد قال: هذه الآية فيها ذكر التوكل، وهو واجب لصحة الإيمان، لا يصح إيمان العبد وهو يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. الكلام ذا جماعة ليه ويكرر وكذا وكذا؟ لأن التوكل معناه اعتماد العبد على الله، وده أشمل وأبلغ وأفضل تعريف للتوكل، اعتماد العبد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. الزول المتوكل يعتمد على الله، لا يعتمد على غير الله. لو علق حجاب اعتمد عليه، ولو علق كمون اعتمد عليه، ولا بيعتمد على شيخ يقول ده أنا بمش ليه والرزق بيجي بسببه أو عن طريقه، بسببه ببركته أو عن طريقه، أو يديه ودعة أو يديه ورقة يقول له خدتها في الدكان، أو يعلق صورة اعتمد عليها. فذا كله ينافي التوكل ويناقضه. العبد يعتمد على الله لأن الله هو الذي بيده كل شيء. والزول يا جماعة إذا قرأ القرآن وعرف الله فإنه لا يتوكل على غيره. اتصلوا في الحياة دي في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، العبد محتاج إلى أمرين. الزول ما بقوم ولا بيقعد ولا بيتكلم العاقل، ولا بيغضب ولا بيرضى، ولا بيتزوج ولا بطلق ولا بصاحب ولا بفارق، أي حركة في حياته
ما بيعمل إلا لأمرين، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة، سواء كان في أمر الدنيا في المساكن والأموال والملابس والسفر إلى غير ذلك، أو في أمر الآخرة في التقرب إلى الله وفي طلب الجنة وفي طلب النجاة من النار. إنما هو يطلب جلب منفعة أو دفع مضرة. المنافع كلها بيد الله، والمضار كلها يصرفها الله تعالى. عشان كده قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الزول يا جماعة اللي بيقرأ القرآن ويؤمن بالله ويعرف أن الله هو العليم، ومن علمه أنه يعلم حال هذا العبد، ويعلم أنه هو القدير، ومن قدرته أنه قادر على إسعاد هذا العبد، ويعلم أنه هو الكريم، ومن كرمه أنه يتفضل ويمن ويتكرم على هذا العبد، فيعلم أن الأمر كله بيد الله. إذا عرف هذه الأشياء فإنه لا يتوكل إلا على الله. قال ابن القيم رحمه الله: والتوكل على قسمين، توكل في أمور الدنيا وتوكل في أمور الآخرة، وأشرف القسمين التوكل في أمور الآخرة. يعني في توكل في أمر الدنيا، مسافر مل العربية بنزين ولفخ اللساتك وراجع العربية وشال الأشياء بتاعت السفر، وبعد سوى السبب قبلي أو بعده اعتمد على الله سبحانه وتعالى، وسوى السبب واعتمد على الله ودور مشى، ما معتمد على السبب ده مع أنه سوى السبب. وابن تيمية رحمه الله في كتابه القدر، وهو الجزء الثامن من الفتاوى، تكلم عن السبب كلاما كثيرا، لأنه كثير من الناس بيهمل السبب. قال: الذي يهمل الأسباب لا عقل له، والذي يعتمد على الأسباب وحدها يخالف الشرع، وإنما العبد يفعل السبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. إنت في أمر الدنيا مسافر، سويت السبب واعتمدت على الله سبحانه وتعالى، لأنه الله هو اللي بيحفظك. بعد إنت العربية جيهت أو شيء، ممكن لستك يمرق، يمكن يطوق، يمكن تحصل فيها مشكلة، إنت العوارض دي كلها والمشاكل اعتمدت على الله مع أنك سويت السبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي نوع تاني ده توكل، وفي نوع تاني توكل في أمر الآخرة. ذول مارق للجهاد وهو متوكل على الله تعالى، وهكذا يعتمد على ربي وسيدي ومولاه. ذكر في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الثانية من سورة الأنفال، وقد بدأ الله هذه الآيات بهذه الأداء إنما، وهي تفيد الحصر كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وهنا حصر الإيمان أو حصر المؤمنين في الذين يتصفون بخمس صفات. أنت داري تعرف نفسك مؤمن، مؤمنا في خمس صفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت، يعني الزول لما يذكروا به الله سبحانه وتعالى بخاف. داري اسمع غنى، زول يقول لي يا زول تقي الله، طوالي يوقف الغنى. زول بينظر إلى امرأة يذكروا بالله، طوالي يترك المعصية ويخاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المؤمن يا جماعة قدر ما يقرأ للقرآن وقدر ما يقرأ القرآن إيمانه بزيد، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المعصية بتنقص الإيمان، تسمع في غنية الإيمان بينقص، بعد شوية قلبك ده القلب ده تاني بيبقى بيتأثر بالغنى بس،
يشغل أغنية يبكي، يشغل قرآن يتضايق لأنه القلب بدأ فيه شنو؟ بقى فيه وسخ. شكي ابن القيم رحمه الله قال في إغاثة اللهفان في أول هذا الكتاب، قال: والفتن تمر على العبد، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ابن القيم قال: والفتن إذا مرت على القلوب فإن حال القلوب معها كحال الجسد مع البرد والحر، فإن الجسد المريض يتأثر بأدنى برد وبأدنى حر بخلاف الصحيح، وكذلك القلب المريض وكذلك القلب الصحيح. الزول عيان يقول لك اقفل المروحة وأنا بردان، ويتغطى ببطانية وما في برد لأنه عيان في الجسد، مع أنه الصحيح بيتحمل الحر وبيتحمل البرد أو جزء كبير من الحر وجزء من البرد. وكذلك القلب السليم تعرض الفتن فيكون العبد ثابتا موفقا. والفتن إذا عرضت والقلب مريض فإنه يتأثر التأثر الشديد، أقل فتنة تلقاه يتألم ويدعب وكذا 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 ويضعف. المؤمن إذا ذكرت آيات الله فإن إيمانه يزيد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. دي الصفة الثانية. الثالثة ودي الشاهد من ودي موضع يعني الموضع الذي من أجله ذكر المصنف الآية والشاهد: وعلى ربهم يتوكلون. مؤمن يا جماعة بيعتمد على الله، ما بيعتمد على غير الله سبحانه وتعالى. وإنت شوف نفسك لما إنت تحتاج أول شيء بتتذكر شنو؟ أن تكون سايق عربية أو خسرت أول شيء بتتذكر شنو؟ لما تشيل قروش وتتسرق أول شيء بتتذكر شنو؟ لما تجي تسافر بتعتمد على شنو؟ لما في الدنيا دي تمر بكربة بتتذكر منه؟ فالعبد إذا كان مع الله وكان معتمدا على الله متوكلا على الله هذا يدل على إيمانه. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، صفة الرابعة، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه ثلاث فوائد. طيب الآية الثالثة قال في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في ناس يفهموا الآية دي فهما خاطئا، بيفهموا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي يكفيك أن تعتمد على الله وعلى من معك من المؤمنين، وهذا فهم خاطئ كما قال ابن القيم رحمه الله. وإنما الفهم الصحيح والتفسير الصحيح: يا أيها النبي حسبك الله، أي يا أيها النبي أنت يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين يكفيهم الله تعالى. قال ابن القيم كقوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإن حسبك الله يكفيك، هو الله تعالى الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي أيدك بهؤلاء المؤمنين، لكن الحسبان يكون بالله سبحانه وتعالى. الله بكفي يا جماعة، عشان كده الله قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية التي بعدها
قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، لا يحوجه إلى غيره ولا يحتاج هو إلى غيره، وإنما يكفيه ربه سبحانه وتعالى. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم تقال لكل نبي، ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، لما ألقي في النار إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ده كلام الصحابي، ده تفسير الصوفية، قالوا صوفية في البلد دي وفي غير البلد دي ناس عجيبين والله الذي لا إله غيره، وما دخلنا في باب من أبواب العقيدة والتوحيد وغير التوحيد من أبواب العقيدة إلا وجدنا هؤلاء الناس يخالفون فيه أمر الله تعالى. الناس ما بتتكلم فيه ونساي لأنهم بيخالفوا. هسي ده كلام الصحابي، هم قالوا الختمية، قالوا شيخ قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. قالوا أيوب دعا الختمية، وإبراهيم عليه السلام نار طفو الختمية، هم كانوا في الختمية ذي الأصل الجامع شنو في الوقت ده. القادرية قالوا لا، القادرية قالوا لا، شيخ قال في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية صفحة 63 ل 65 الحاج إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري قال عن شيخ عبد القادر الجيلاني أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي. ديل قالوا بتفلتي وديل قالوا بدعوتي. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما قال إبراهيم قال حسبنا الله، يعني يكفيني الله تعالى، لا أحتاج إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وديل ما كانوا فيه أصلا. والله سبحانه وتعالى في القرآن قال قلنا بصيغة التعظيم عن نفسه سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما شنو على إبراهيم، لا فيها تفلتي لا فيها دعوتي تاعت الجماعة دي، ونحن ما جبناهم ساي لأن هم بيخشوا في الحاجات دي، ما في زول يا جماعة بيتكلم لا في زول ساي، ما في، ما ممكن يضللوا الأمة والناس يسكت منهم، ولا يمكن الناس ما ترضى الكلام فيهم، هم بيطعنوا في الدين وبضللوا في المسلمين وفي الجهلة منهم يا أخي، ساوين لليلة يا أخي، أنا بجيب الشارع ده كثير تاع البحر ده، هسي قبل أيام أربع نساوين سمعتهم بأضاني طوالي تكلمت معهم، قالوا ده المعلق يا مكاشف ده وين مشينا له وفيه شنو وكذا وكذا، أنا ماشي في الشارع والله سمعتهم بأضاني، مروا معاه ثلاثة بنات شابات، قلت له ده ما عنده أي شيء، هو الرسول عليه الصلاة والسلام خليه ده، الله قال له في القرآن في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، ليس دل النفي وشيء نكرة تفيد العموم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الله بيقول له ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، تقول لي مش لفلان ويعالجني ويسوي لي وكذا وكذا، بمرض الشيوخ الطرق الكبار بيودون الأردن ودون وين؟ ودون اسبانيا، واحد جايبينه من وين؟ واحد جايبينه من واحد عنده رطوبه ما قادر يعالجها، يعالج في شنو؟ واحد تلقى عمره 60 سنه، واحد 80 سنه كان في البلد،
في قرية جنبنا 80 سنة والذي رفع السماء ما عنده ربع جنة والنساوين يجنوا الدين الجنة فاقد الشيء شنو لا يعطيه وما عنده جنة يدي جنة كيف هو ذاته لنفسه ما عنده جنة هو عائشة رضي الله عنها الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال لو من أحب الناس إليه الكرة الأرضية كلها أحب زول لك أنت منه يا رسول الله قال عائشة ولا ذكر أبا بكر في البداية قال عائشة قال من الرجال قال أبوها عائشة لما ماتت ما عندها ولد وزوجها منه الرسول عليه الصلاة والسلام وكنية أم عبد الله اللي هو ولد أختها أسماء عبد الله بن الزبير كأنها بابن أختها وليس بولدها ليس لها ولد عائشة رضي الله عنها تقول لي فلان وعلان يا أخي وبدي وكذا قبل أيام واحد برضو في القادسية قال في واحد لما فينا ده دكتور بيدرس في المسجد الكبير اسمه حسن عوضة ولا منو عوضة كذا قال لي وأنا في جبر عندي مرة أصلا المرة دي ما مرة قال لي هذه شنو قال لي المرة دي أصلا جن مسلم صالح بيعالج تمش ليه ده في العاصمة هنا العاصمة علم وثقافة وبلد وبلبلة والركشات والعربات وكل قال له في مرة في جبرة أصلا هي ما مرة أصلا هي جن مسلم إنت لما تمش بتلقاها مرة في الظاهر مرة لكن هي جن مسلم قال له ودوني دخلت الشكل مرة وعين بيضة وعين بيضة وسودة والكلام كلام راجل الزيدي حلوة كيف وقال بتعالج هي عينها ما قادر تعالجها بيضة تعالج شنو يا أخي معقول يا أخي كلها بلاوي يا جماعة عقائد في البلد ناس تعتقد في الله سبحانه وتعالى والله الله يفتح علينا قالوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في حمراء الأسد لما ذكر ابن كثير رحمه الله الحديث في البخاري وفي سنن النسائي ذكر ابن كثير في تفسير لهذه الآية من سورة آل عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم أحد وأصيب من أصيب من المسلمين وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج رأسه وسال الدم منه وأصابهم من القرح ما أصابهم وجاء خالد بن وليد ولم يكن أسلم وقتئذ وحاصرهم وحصل الذي حصل رجع المسلمون بعد انتهاء المعركة رجعوا إلى حمراء الأسد فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد والدم يقطر من أجسادهم ومع ذلك صبروا وثبتوا نزل الدم سائل وما قالوا نحن تعبنا وجيعانين وتعبانين وكذا 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 ثبتوا فلما سمع المشركون بعسكر النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصحابة قالوا والله ما عسكر هؤلاء إلا لأن لهم قوة وقد أتاهم من المدد ما أتاهم نازل كون عسكر أخير ما نخش تاني معهم ومع ما فيهم من القرح والتعب فلما جاء عتبة أحد الناس ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى وأخبر المسلمين قال إن المشركين إن الناس قد جمعوا لكم نازل جو وخلاص استعدوا جايين عليكم لم يخف المسلمون وإنما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فخوف الله المشركين فرجعوا فلما رجعوا رجع المسلمون بالنصر مع أنهم لم يقاتلوا مرة أخرى لكن رجعوا بالنصر وبعزة الله سبحانه وتعالى بالعزة عشان كذا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لم يمسسهم سوء أي قتال وضرر، واتبعوا رضوان الله بأن أطاعوا رسول الله في الشدة كما أطاعوه في الرخاء. هذا الباب فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض، يجب على العبد أن يتوكل على الله في أموره. الثانية أنه من شروط الإيمان لأنه قال إنما. الثالثة ولأنه قال في الأولى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجاءت في صيغة الشرط فعل وجواب الشرط. الثالثة تفسير آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة اللي هي الآية في آخر الأنفال يعني بها قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ويعني بالأولى إنما المؤمنون ذيك في أوائل السورة وذي في أواخر السورة. الخامسة تفسير آية الطلاق وهي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الخامسة اللي هي تفسير آية الطلاق. الزول يا جماعة بيستفيد من التوكل ده فوائد. الزول بيتوكل على الله، الله بعينه ويكفيه كما في هذه الآية. والزول يا جماعة لما يتوكل على الله سبحانه وتعالى الله بيغفر له وبيرفع درجته وينال الرزق الكريم كما في الآيات السابقة. الذي يتوكل على الله فإن الله يحبه كما في سورة آل عمران في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني الزول اللي بيتوكل على الله الله بحبه. انت ما تفتكر الموضوع ده ساي، تخشيت في اي مسألة وتوكلت على الله والمسألة دي مباحة او مشروعة الله بحبك سبحانه وتعالى، دي عبادة. والتوكل سبب لدخول الجنة كما في الآيات التي سمعناها من قراءة الإمام في الركعة الثانية من أواخر سورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم إلى أن قال الله تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء هم أهل الجنة. فدي بعض فوائد التوكل. السادسة والأخيرة عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد، أي كانا في الشدائد يقولان هذه الكلمة أو قالا هذه الكلمة. ده باب التوكل. فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وقد صنف المصنفون في ذلك الكتب وذكروا في مصنفاتهم الأخرى أبوابا، كما ذكر الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين باب في اليقين والتوكل وأورد مجموعة من الآيات والأحاديث.